المدير الفني للمصارعه سي منتصر العبيدي باش يحكي لنا على هروب البطله عبير زروقي. سي منتصر اهلا وسهلا بكم. مرحبا. مرحبا، تسمع فينا سي منتصر معنا؟ اي نسمع فيك خويا، نسمع فيك. مرحبا. طيب كنا نحكيه على هروب البطله عبير زروقي من مدينه نيسا الفرنسيه حرقه بطريقه اخرى. حطنا في الصوره كيفاش تمت العمليه وش هي ردود فعل الاوليه بالنسبه لكم انتم كاداره فنيه. والله العظيم الموضوع وما فيه كونه نحن كما تعرفوا الناس كل رياضه المصارعه رياضه يعني نتاع سبارينج ونتاع خصم خصوم، ومن واجبنا نحن في نطاق التحضيرات للدوره الترشيحيه للالعاب الاولمبيه 2024 اللي باش تصير في مصر ان شاء الله في شهر مارس، عددنا برنامج تحضيرات باسم الابطالنا وبطلاتنا، ومن البرنامج هذايا تفاصيله هو المشاركه في عديد الدورات والتربصات الدوليه، يعني قصد الاحتكاك بابطال العالم وابطال اولمبيين. طيب. حتى نعدوا الاعداد الجيد للدوره. نعم. للدوره هذه. اوكي. دونك تم الحصول على تاشيرات كما المعتاد وتحولنا معناتها وفد كامل. بون انا ما كنتش موجود معاهم، لكن تحول الفريق نتاع المصارعه الكل متكون من اكثر من 15 مصارعه ومصارعه. سامحني سي منتصر، مدير فني في المصارعه ما يمشيش مع المنتخب الوطني في مثل هكذا دورات او تحضيرات او تربصات؟ لا انا كنت متواجد في العراق في البطوله العربيه، لكن واحد ما ينجمش يكون في الدورات الكل، معناها ثم دورات معينه يستحق وجودي. يعني مشكله لا ما ينجمش يكون في الدورات الكل، حابين نفهموا لانه مش يفتحوا قوس باعتبار الرياضات الفرديه قاعده هي الوحيده وتكاد تكون تمثل في الكره التونسيه وفي الرياضه التونسيه وطرف في العالم وفي الرايه الوطنيه لاسباب ماديه او مهنيه او عائليه تخليك ما تحضرش مثلا تربص كما اللي صار في نيس. لا هو ماهيش اسباب ماديه، معناتها بالعكس نحن تحولنا كما قلت لك للعراق وواكبت البطوله العربيه اللي هي المستوى هذايا معناها ممتاز، لكن احنا بحكم ال وعلاش سالتك سي منتصر بعد اذنك علاش سالتك انا بشوف على مستوى التاطير المسؤولين الموجودين مع عناصرنا الوطنيه قداش المسؤول، شنو هي المسؤوليه نتاعهم، كيفاش يتعاملوا معاهم. عندنا زوج الباسبورات المدربه البطله الاولمبيه والعالميه مروه العامري اللي توا تراني في الكبريات والوسطيات، وعندنا المدرب الروسي اللي هما زوز يشرفوا على صنف الفتيات، وعندنا المدرب عمران العياري. كيفاش حرقت البطله عبير زروقي وعلاش؟ نحن نقول لك عبير الزروقي كملت عمليه الوزن الصباح مع صاحباتها، عندنا كراحه بعد الوزن تاع ساعه ونص، كملت الراحه ذيك، بديت اللعب وبعد المقابله الثانيه ربحت مقابله وخسرت مقابله، بعد المقابله الثانيه معناها جات الفتره الصباحيه الراحه نتاع الفتره بعد الفتره الصباحيه، رجعت مع مدربتها فتره وبعد رجعوا للقاعه، ما رعنا الا اختفيت المصارعه. الباسبور نتاعها عندها ولا الباسبور عند البعثه الرسميه؟ لا عندها باسبورها، خاطر احنا في رياضه المصارعه مطالبين كي نجيو لعمليه الوزن كل مصارع يمشي وحده، معناتها يستظهر بجواز السفر نتاعو. اش معناها يمشي وحده ما يمشيش معاه مرافق وانتم تعرفوا عمليه الحرقه ولا سايده يعني بشكل كبير وملحوظ في السنوات الاخيره؟ لا لحظه خنفسر لك، ثم نحن ازوز انواع نتاع دورات، الدورات بطولات العالم والبطولات الافريقيه والالعاب الاولمبيه ندخلوا بالبادج، معناها الكارت كريديتاسيون هذيك هي اللي فيها الهويه نتاع المصارع والمصارعين. دونك علاش تعطيوها في باسبورها؟ علاش باسبورها ما يبداش عند البعثه الرسميه؟ الدوره هذه ماهيش دوره رسميه، يعني دوله دوليه لكن ماهيش بطوله قاريه،
ولذا هنا يتم الاستظهار لإثبات الوثيقة الهوية بوثيقة رسمية. الوثيقة الرسمية الدولية الوحيدة في العالم كل هي الباسبور. سي منتصر على كل حال تختلف الأسباب والتفسيرات، والنتيجة واحدة هي هروب هذه البطلة بكل صراحة. قداش الراتب نتاعها؟ قداش تعطيوها وقت اللي تهز ميدالية؟ هي بطلة أولى، بطلة إفريقية لمدة أربع مناسبات. وضعيتها المالية، عندكش تفسير لهذا الهروب؟ والله التفسير يعني ممكن هي حالتها الاجتماعية، ممكن يعني غموض المستقبل نتاعها، بالرغم كونه نحن عملنا مطلب لسلطة الإشراف ومشكورة تم إدماجها في مركز إعداد النخبة، يعني هي الطفلة تقيم في مركز إعداد النخبة في المنزه، وعندها منحة قارة. يعني قداش المنحة سي منتصر؟ نعم، قداش المنحة متاعها؟ المنحة 100 دينار. 100 دينار على من يكون العلم راهي البطل عبير راهي المصارعة عمرها 19 سنة. هكا 100 دينار ما نعرفش. زوز كيلو لحم بالضبط. 100 دينار زوز كيلو لحم. هذه سامحني، هذه راهي منحة للمصاريف اليومية نتاعها. يعني عاد منحة أخرى خلف هذه. مركز إعداد النخبة. سامحني. فهمت؟ هذه من هذه النخبة. عندها منحة أخرى خلف 100 دينار في الشهر. لا ما عنديش. ما شو تقول هذه منحة أخرى يعني؟ نحن الرياضيين أفسر لك، الرياضيين تصنفهم سلطة الإشراف يعملوا ميداليات على المستوى الأكابر، بطولة إفريقيا ولا ألعاب بحر أبيض المتوسط ولا ميداليات عالمية، وقتها يتم تصنيفهم وتولي عندها منحة من سلطة الإشراف. لكن هذه دعم خاص، اجتهاد خاص من الجامعة. اجتهاد خاص من الجامعة. وقت تاخذ ميداليه قداش تاخذ فلوس؟ الناس اللي تتفاعل معك بالله، وقت اللي تاخذ ميداليه قداش تاخذ فلوس؟ المنحه نتاع الميداليه قداش السومه؟ في الاكابر الميداليه الذهبيه 5000 دينار. 5000 دينار. 5000 دينار. كيف فرق؟